بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وبسعاده. النهارده الحلقه بتاعتنا هتتكلم عن حاجه اسمها شميده هامر. هي تعتبر مطرقه او هو اختبار من اختبارات الخرسانه الغير متلفه، يعني لا بتكسر خرسانه ولا بتكسر عمود ولا بتكسر سقف. الهدف منه انك تقيس مدى قوه الخرسانه بتاعتك او مدى قوه الانضغاط بتاعت الخرسانه. اتمنى تدعمونا باشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم حلقاتنا باذن الرحمن، ونبدا مع بعض. طيب ايه هي مطرقة الشميدة هامر؟ هي اسمها مطرقة الارتداد، طبعا زي ما احنا قلنا اللي هي غير مدمرة للخرسانة، وبتوفر او بتديك اشارة مريحة بسرعة كده تشوف الخرسانة دي قوة الانضغاط بتاعتها كويسة ولا مش كويسة، طبعا عن طريق اللي هي فيها زي بوز كده او كتلة. الكتلة دي بتاخد وتدي معاك، بتنزلق داخل المكبس اللي موجود في المطرقة دي، وبتبدأ تضغط او بتبدأ تضرب بنبضات ثابتة على الخرسانة، بحيث بتقيس لك مدى صلابة السطح اللي انت بتضرب فيه الشميدة هامر ده، طبعا بقيمة ورقم مرتد معين، على اساسه بتبدأ تشوف هل الخرسانة دي خرسانة تحملت الصدمة تمام، هي صلبة ولا هي ضعيفة ولا الصلابة بتاعتها منخفضة وما الى ذلك. فهنيجي كده باختصار، يبقى الهدف من مطرقة او الشميدة هامر دي بتحدد مقاومة الانضغاط للخرسانة عن طريق ربط المؤشر اللي هو زي ما قلنا الموجود في الشميدة هامر بقوة الانضغاط تمام. تقدر برضو تقيس بيها جودة الخرسانة، طبعا بناء على المواصفات القياسية. لو اديتك رقم معين يبقى هي في الكود، اديتك رقم مختلف يبقى هي خارج حدود الكود بتاعك. وعلى فكرة تقدر برضو عن طريق الشميدة هامر ده او المطرقة انك تقدر تقيس او تميز بين الاجزاء اللي انت شاكك فيها اللي هي فيها مشكلة في الهيكل تمام. يعني ممكن تقول والله الخرسانة عندي دي فاتحة، الخرسانة عندي دي غامقة، انا شك ان قوة الانضغاط بتاع الخرسانة دي مش كويسة، طب هات لي ايه؟ هات لي الشميدة هامر. تقدر تقارن برضو ما بين مبنيين مختلفين او بين عنصرين مختلفين من مدى قوة الانضغاط بتاع الخرسانة عن طريق الشميدة هامر. طبعا الاجراء اللي انت هتتخذه فيما يخص الهيكل الخرساني بيمشي او بيتجه تبع معايير ارتداد معينه تمام، فيما يخص محتوى الصلابه. فطبعا الشميدة هامر دي بيكون محتوى الصلابه اللي تقدر تقيس بيه تقريبا في حدود 5000 نيوتن لكل متر مربع. طب انا هبدا اقيس ايه المطلوب مني؟ لازم الاول يكون السطح نظيف وناعم وجاف ما فيهوش حاجه، يعني ما تجيش انت صابب بعد يومين ثلاثه اربعه وتقول لا انا عايز اقيس شميدة هامر. لا، الكلام ده بنقيسه بعد ما الاختبارات بتاعت 7 ايام وال 28 يوم بتاعك لا قدر الله فشلت او حصل فيها حاجه، بنبدا نشوف الاختبارات الغير متلفه ومنها الشميدة هامر. حاول دايما ان السطح بتاعك بتاع المطرقه ما يكونش خشن، لازم يكون ناعم، عشان لو خشن هيحصل فرق في نتيجه الانضغاط وهتكون غير كامله. طيب احطه فين او اعمل الاختبار في العنصر في اي مكان بالظبط؟ لازم ان النقطه اللي انت هتضرب فيها المطرقه الارتداديه على السطح الخرساني تمام تكون بعيده عن اي حافه موجوده عندك، في حدود 20 مللي، في حدود 40 مللي، يعني ما تحاولش تجيبها على الحواف، حاول تجيبها من 2 سنتي ل 4 سنتي داخل الحواف بتاعتك. وانت بتعمل الاختبار بتاع الشميدة هامر بتاخد ما يقرب 6 قراءات او 5 او 6 قراءات، وتبدأ تجيب القيمة المتوسطة بتاعت القراءات بتاعتك على السطح الخرساني. وعلى فكرة انت ممكن برضو الشميدة هامر او المطرقة الارتداد دي بتاخدها على العينات بتاعت مكعبات الخرسانة اللي انت المفروض بتكسرها بعد 7 ايام، بعد 8 ايام، وبعد 28 يوم انت ممكن تعمل شميدة هامر عليها برضو، بحيث تقيس برضو مدى قوة الارتداد ومدى صلابة الخرسانة للانضغاط ومقاومتها للانضغاط. فبشكل عام يعتبر اختبارات غير متلفة، في بس بعض العوامل اللي بتأثر على اختبار المطرقة شميدة هامر لازم تاخد بالك منها، انا هشرحها بسرعة او انا هقولهم بسرعة بدون ابداء الشرح، بس تبقى عارف ايه هي البنود اللي بتأثر على اختبار شميدة هامر. منها نوع الاسمنت، منها حالة السطح زي ما احنا قلنا سواء رطب او ناشف او يعني ما فيهوش مية، وبعد كده رقم 3 نوع المعالجة وعمر الخرسانة، يعني انت ممكن تكون
الخرسانة دي قديمة 28 يوم 30 يوم 6 شهور وما إلى ذلك من بعض العناصر اللي بتأثر على نتيجة الاشمدة هامر. فأتمنى إن شاء الله تكون عرفت إيه هو الاشمدة هامر والهدف منه. وان شاء الله باذن الله لو مثلا شخص عنده مشروع او عنده شيء انت ممكن من دلوقتي تقدر تتاكد ان المنشأ بتاعك او العناصر الانشائيه بتاعتك مفيش مشكله فيها عن طريق الاشمدة هامر. اتمنى ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم مهندس هيثم نهيل. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل حلقاتنا باذن الرحمن، ويومكم سعيد.